ده دايجرام ده يعتبر فاندس. والفاندس بالنسبه لنا في الباثولوجي ممكن يدينا الماكرو ابييرنس، يعني الفاندس والسليت لامب هما الاثنين يدونا الماكرو ابييرنس بتاع الليجن. دي ليها دايجرام هوريه لكم. بصوا ادي جزء اهي ماس موجوده هنا اللي هي عند الاوبت نيرف هنا. اه داخل موجوده اهي يا اولاد. ادي ماس اهي موجوده عند الاوبت نيرف هنا. وادي واحده ثانيه اهي موجوده هنا، وادي واحده ثالثه موجوده هنا، وادي الهيوج ماس في الجزء التحتاني. نرجع بقى للاولانيه اللي هي صوره الفانجس، نلاقي هتبقى موجوده هنا، ادي واحده اهي، وادي نجول ثانيه اهي موجوده عند الفيسل ده، وادي واحده ثانيه موجوده هنا، وادي واحده اخيره اللي هي الهيوج ماس اللي موجوده تحت. خلاص بقى ده ايه الماكرو بتاعها. هنا طبعا ده كده اللور اي ليد، وبعدين باين هنا الانتيريور تشامبر، وزي ما احنا شايفين بيبقى فيها اللي بنقول عليه سودو هايبوبلا اللي هي مالجنان سيلز بتبقى موجوده في الانتيريور تشامبر اهي شايفينها. استنى اشاور لكم عليها طبعا. الوايت جوكس اه اللي هي دي. خلاص هنا لما اجي ابص على العيان زي ده ابص الاقي الرايت اي بتاعته رايت اي نورمال، احنا شايفين في حاجه يعني الايرس كويسه والكورنيا تمام وكله تمام. لما اجي ابص للعين الثانيه دي هلاقيها جزء جلوكوما. وهنا بقى نسال ايه سبب الجلوكوما في الريتينوبلاستوما؟ نمره واحد ايه؟ بتجاوب انفيجن. انت عايز اسمعه جاي بتاع انفيجن اوف ذا انجل دي بتيومر سيلز. دي حاجه ايه تاني؟ لا مش بتيومر سيلز، بتيومر نفسه. وفي برضه كلوتشنج اوف التوليكولا مش شويه. التيومر واخد سبيس اوكوباين ليجن في الفيترس هيزق الايرس، الايرس لينس ديفراكت فورورد. دي حاجه دي بتعمل كلوز انجل. السيتنج اللي بيحصل ده ممكن تيجي في الانجل ولا ما تجيش في الانجل؟ التيومر ده هو بيبقى فيه معاه فيسلز ولا لا؟ ممكن يعمل لك ده هوبس كومنتس على الصوره ايرس نيوفاسكولاريزيشن. ليه بيحصل ايرس نيوفاسكولاريزيشن في حالات الريتينوبلاستوما؟ دي نمره واحد. هو قايل ايرس نيوفاسكولاريزيشن، يعني هو قايل ان حصل نيوفاسكولار كلوزد انجل جلوكوما في العيان ده، عيان ريتينوبلاستوما جاله نيوفاسكولار كلوزد انجل جلوكوما. النيوفاسكولاريزيشن في الريتينوبلاستوما سببه ايه؟ ليه بيحصل؟ نمرة واحد بالظبط بيحصل الانوكسيك ريتنا اللي هي انوكسيك هيلث ريتنا، الريتنا اللي المفروض ناش فيها ريتينوبلاستوما بيحصل فيها انوكسيا، والانوكسيا بتستيميوليت الانجيوجينيسيس فاكتور. دي حاجه. الحاجه الثانيه انهم قالوا ان الريتوتيك تيومر سيلز بتطلع انجيوجينيك فاكتور، يبقى الانجيوجينيك فاكتور هي اللي بتبقى مسؤوله عن الايرس نيوفاسكولاريزيشن، والايرس نيوفاسكولاريزيشن بيبقى معاه اسوشيتد انجل نيوفاسكولاريزيشن، دي بتبقى سبب من اسباب الجلوكوما. يبقى احنا قلنا سبيس اوكيوباينج ليجن نتيجه الماس، وقلنا السيزلينج، وقلنا نيوفاسكولاريزيشن اوف ذا انجل، والسبب الاخير لو هي قريبه هايبوكس بيرتفع حاجه. لسه السبريد ده هنتكلم فيه. السبب الاخير الانفلاميشن، لان احنا عارفين ان بيحصل الريتينوبلاستوما من الحاجات اللي بتتميز بالنكروزس، واي نكروتيك بروسيس بيبقى معاها بتبقى بيحصل انفلاماتوري سيلز، ممكن يحصل معاها ايرايتس، ممكن يحصل مشاكل ثانيه. فالانفلاميشن ممكن يدخلني في برضو انجل كلوجر جلوكوما. كلنا عارفين طبعا اللي هي بتبقى اوبن انجل وتتقلب بعد كده لسكندري اوبن انجل جلوكوما. خلاص يبقى دي كلها اسباب ممكن تجيني جلوكوما نتيجه الريتينوبلاستوما. السبريد بقى بتاع الريتينوبلاستوما ده بيبقى سؤال مهم قوي. طبعا احنا عارفين اللي هي سترايكنج بيهيفير انها تبقى سبريد عن طريق الاوبتيك نيرف. ايه الاذر روتس اوف سبريد اوف الريتينوبلاستوما؟ نمرة واحد ده مش سبريد. في فرق بين الانفيجن والسبريد. السبريد معناتها ان هي بتتنقل لحته معينه والحته دي بتعملها ديستيميشن. فاحنا قلنا نمره واحد الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف من الحاجات المهمه قوي، وزي ما قلنا ان ليها سترايكنج بيهيفير ان هي بتحب تتنقل عن طريق الاوبتيك نيرف، وهو ده بيتها اللي بتحب تمشي فيه. خلاص يبقى نمره واحد الاوبتيك نيرف. الحاجه الثانيه
لو هي اكزوفيتك لو اكزوفيتك هتروح للكورويد وكلنا عارفين ان الكورويد هايلينج فاسكولار يبقى هيحصل بلاد ديستيميشن لو هي وصلت للكورويد وكانت من الاكزوفيتك تايب. طيب ايه تاني؟ التيومر خرج بقى خلاص بقى في الاوربيت يعمل يحصل له سبريدنج على طريق ايه بقى بعد كده؟ الليمفاتيك. هل الاوربيت فيه ليمفاتيك؟ احنا دايما نقول الاوربيت هاز نو ليمفاتيك. امتى يحصل الليمفاتيك سبريد في الريتنوبلاستوما؟ لو جت انتيريور احفظوها دي، لو جت انتيريور لان انتيريور الكونج والليد هما اللي فيهم الليمفاتيك وهما اللي بيعملوا الانتيريور سبريد بتاع الريتنوبلاستوما، يبقى الليمفاتيك سبريد ما يحصلش الا في الانتيريور تايب. لكن البوستيريور تايب بيقول ان هو ممكن يوصل للسب اركنويد سبيس، والسب اركنويد سبيس احنا عارفين ان ده متصل بالسب اركنويد سبيس بتاع البرين، يبقى عن طريق السب اركنويد سبيس لو حصل تيومر سيدلينج في المنطقه دي السي اس اف هيحمل السيز بتاعت الريتنوبلاستوما وهيروح للكرينيا وهيجيني حاجات في الكرينيا. والاخطر ان عن طريق السي اس اف ده ممكن تتنقل للاذر اي، يعني ممكن تكون مش باي لاترال في البدايه هي بقى جايوني لاترال، لكن الباي لاترال شجات نتيجه السبريد عن طريق السي اس اف اللي هو راح البرين ومن البرين ابتدى يجي افكشن للاذر اي. يبقى دي المود اوف سبريد اوف الريتنوبلاستوما. نلمها نمره واحد اوبتيك نيرف بلاد ستريم مينلي الاكزوفيتك تايب. لو في دايركت سبريد او دايركت سبريد للاوربت من الاوربت ممكن المننجيس يروح للسب اركنويد سبيس يروح للبرين ويجي الاذر اي، او لو كان انتيريورلي زي ما قلنا خلاص يبقى ده كده السبريد بتاع بتسالوها عشانكم عشان انا بقول يعني الحاجه بلمكم الموست كومن كويستشنز اللي ممكن تسالوا فيها في الحتت دي. خلاص طبعا ناهيك بقى عن ان هو يقول لك طب ارسم لي الروزيت بتاعت الريتنوبلاستوما. طبعا انتوا في الامتحان مش عايزين نتكلم الورق فيري باد فيري باد فيري باد. انا كنت واخد السؤال اللي عليه اربع نقط. طبعا الميكروبيولوجي حدث ولا حرج، ما حدش فيكم كتب حاجه ويعني حاجات مسخره يعني بصراحه، يعني الواحد هو بيصحح يعني انا اول مره عشان تبقوا عارفين وما تكذبش عليكم انا بقيت احط زيرو وعمري ما حطيتها. فيعني يعني انا يعني انتوا خدوا بالكم ان انتوا اكيد مالكم وفي كراسات مش مجاوبه السؤال ده خالص. خدوا بالكم لا انا عايزه انبهكم على حاجه مهمه ان مالكم وحشه يعني انتوا ناجحين اوكي، لكن ممكن كتير جدا منكم يكون ناجح بال 40% دي. فانا عايزاكم بقى ايه يعني تكثفوا جهودكم عشان الريتم وعشان الشفوي وعشان العمل. طبعا العمل في الباثولوجي بيخدم كتير لان احنا نمرتنا 100 وال 100 دي ما شاء الله يعني بتديكم حاجه قد كده، فركزوا في العمل عشان تاخدوا نمرته وتقطعوا قوي في الشفوي علشان تاخدوا نمره عاليه برده في الشفوي لان انتوا محتاجينها، لان هو واثقه ان انتوا 40% لان انا كنت كل ما اسال حد كمان يقول لي لا وحش وحش وحش، فواضح ان انتوا يعني 40% بالحروف يعني. يلا ربنا معاك. السؤال بقى كده كمان ده انا ممكن تصلحيه وبطل. اه مايكروبيولوجي بقى لهم بقيت احط سيف يعني انا وانت ما حدش جاي يعني اقول لك اكانسميبا كده دي اكانسميبا زي وحشين موجوده عندكم في الميدسن واللي بيشتغل فيكم كونتاكت لينس زي ما انا قرا عليها واللي جات له حاله زي ما انا عالجها. وبعدين السؤال كان مايكروبيولوجي يعني انتوا عايزين ايه؟ احنا عايزين الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاكانسميبا كيراتايس، احنا مش عايزين الكلينيكال بيكتشر. خش على المايكروبيولوجي الكالشر والستيلينج والحاجات الاذر تاني. هما ورقتين ثلاثة كده ورقتين ثلاثة غلطوا وكتبوهم للأسف يعني. زي مثلا السؤال بتاع ريتنا روزيت انتوا كلكم عارفين ان ريتنا روزيت يبقى هي ريتنا بلاستوما وبس، كراسة واحدة اللي كتبت أذر تايب وريتنا روزيت وهي عارفة نفسها واحنا عارفين او عارفين انتوا في حاجة اسمها ترايلاترال ريتنا بلاستوما اللي هي بتلاقي فاضي روزيت بتيجي فيه، فهي بيسموها دلوقتي ترايلاترال ريتنا بلاستوما لان اسوشيتد بيبقى دايما البايلاترال اللي معاها البلاي بولي دي فبيبقى هي بنقول عليها ترايلات. خلاص وفي بقى ناس كتير تانية شاطره كده وبرضه هي عارفه نفسها قالت انها ممكن تحصل في السيلياري بودي في الدكتيوما، ممكن يلاقي روزيت موجوده في السيلياري بودي من النوم بتاع ده الدكتيوما اللي هي المضله الايثيليوما دي برضه من الحاجات اللي ممكن نشوف فيها كونجنتال روزيت شيب ستراكشر. احنا بنسال فيك الدكتور الام دي وبيسالوا فيه بس حاسه ان انا مش عارفه ما بنخش الكلينيك ما بنخش كل شبابي ما انا ولا واحد لو زرقه بيدخلوني ولا ايه؟ لا انت لا انا بقى سميت نفسي كلينيكا مره معاك ومره مع سينا. انا ماشي العمل ان شاء الله. لو اتزرقنا هندخل شفه ممكن نقعد بس نشجع يعني. بصي يا ولاد دي بقى انتيريور سبريد زي ما انتم شايفين ان هي جت لقدام مفيش البادب اللي هي بتتحرك عليه دي بتبقى انا ده انا كل ما دوس يقلب ده انا مفقوعه منه عايز اللي هو التاتش ده ما حدش بيستعمله ان هو بيركبه الدفاع يعني الشاشه وخلاص. فده يا ولاد الريتم بلاستوما جايب انتيريور سبريد اللي هو زي ما احنا شايفين كده جاي لنا قدام.
بصوا بقى الريتروبلاستوما دي زي ما قلنا بيبقى فيها نكروز، وانت عمالين تصوروا مش مركزين في الكلام، انا عايز تفهموا وتحفظوا احسن وهتجاوبوا كويس. الفكره اللي بتنزلوكوا غير ده خالص عشان تبقى عارفين. انا عندي سي دي ثاني للامتحان اللي بتنزلوكوا حاجات الامتحان واضحه جدا واحسن ويعني كده، فركزوا في الكلام اكتر لو سمحتوا. بصوا يا اولاد الريتروبلاستوما يا اما فايبل سيلز يا اما الديد سيلز او نكروتيك سيلز. دايما النكروتيك ده بيبقى فيه يعني كلمه نكروزس معني طبعا بتعرفوا ان نكروزس يعني ايه، كل الحاجات اللي هي جنرال بطولز اللي قدام دي تتعرف كويس جدا. فكلمه نكروزس معناها ان حصل سيل ديث. السيل ديث ده مش هيبقى فيه بقى لا نيوكليس ولا مش عارف ايه، هيبقى مجرد ديجنريتد سايتوبلازم او بيكنوتيك او نيوكليس صغير قوي مش هتبقى باينه. الديجنريتد سايتوبلازم ده يديني الايدينوفيليك بيكتشر، يعني ابص الاقي الدنيا وتعرفين كلمه الايدينوفيل معناتها ان حاجه لونها باين، يديني مسحه كده من ايدينوفيليك ماتيريال. الفايابول دي سيل كويسه وفيها نيوكليار نيوكليار تديني اللون الازرق، فنتجه هنا بقى ناحيه اللون الازرق. يبقى لما نلاقي السكشن فيه حتت فيها حاجات ازرق نقول ان دي حته فايابول تيشو. نلاقي الحاجات بينك هنقول عليها ان هي دي بتبقى نكروتيك تيشو. الريتنوبلاستوما الازرق بتاعها في حته زياده اللي هي الكالسيوم ديبوزيشن. الكالسيوم ديبوزيشن في الريتنوبلاستوما بيديني اللون البلو في السكشن. يبقى لما الاقي حاجه طبعا ده جار مش سكشن، يعني هو جار مقسوم منه جزء من سكشن، تاخد سكشن في الاكليتد. بصوا دي جزء الفايبر اللي هي اللي احنا قلنا عليه اللي بياخد اللون الازرق تمام كده اللي هو بيبقى بيزوفيليك ستين. لما نطلع فوق بقى كده بالله ايه الموز بتاعته يا عفشة خشنا وبص عايزنا شغلك على ايه؟ على هناك من الشباب مش عارف ايه القعده يا وفاء. استني بس هو هيجي صح دلوقتي ربنا يسهل. ايوه جت السهم اهو. بصوا دي الجزء ان النكروتيك بص الاوعه كلها واخده الايزينوفينيك ماتيريال، وبرغم ان هي نكروتيك زي ما انتم شايفين كده لكن برده فيها بلاد فيسل. يعني بصوا يعني يعني شوف بقى المنظر ده كده المنظر ده منظر بقى اللي انا بشوفه تحت الميكروسكوب تمام كده. بصوا بقى هبصوا تلاقوا في الحته دي الدنيا مزرقه، وقادرين نميز ان في دوائر والدوائر دي ليها حاجات على الابيثيليوم على الحروف بتاعتها. ادي واحده كمان اهي وهنا وهنا وهنا. لما نيجي بقى للحته دي التحتانيه دي ببص نلاقي الشكل اختلف، بقت حاجات كده مقطعه مش باين لها منظر. هنجيبها مكبره اكتر ونبص هنا. يعني انتوا بصوا في السكشن زي الوسطاني ده شايفين؟ ادي روزيتا هي جميله شايفينها اللي انا بشاور عليها بالسهم دي. ادي الكوبيدا تنزل مرصوصه على البتاع، وادي السنتر اكتيفيتي فاصل. شايفين؟ جميلة طبعا باينة خالص. تعالوا بقى الحتة زي دي كده اللي هنا دي شايفين فيها منظر حاجة؟ اللي انا مشاور عليها بالسهم اللي هي على اليمين دي بقى النكروتيك. هو بيقول عليها منتال اوف نكروتيك تيشو كما لو كانت الريتروبلاستوما ليس عباء السهم تحت. هو مش البنك. استنى هجيبهولك. ما تسمعش بقى سامعها نقطة. بيجي معايا اكسيدنت مش بس الحته دي اللي عليها السهم خلاص. بصي هي شكلها بينك ولا باين فيها بقى روزيت ولا حاجه، بالعكس بقى بقيت السكشن اللي مليان كله روزيت. انا طبعا مش عارفه اشاور قوي لان السهم ده مش بيساعدني، لكن هي مليانه اهي. بصوا ادي واحده هو انا بروح دايسه عليها فدي هو دي بقى فليكزن انتر شتاينر زي ما انتم عارفين ان هي بتبقى عباره عن كافيتي. عشان ممكن واحد يقول لك السندي الروزيت بتاعت الريتروبلاستوم تمام، هنقول ان هم نوعين اللي هي الفليجنر وينتر شتاينر والثانيه اللي هي اسمها هومر رايت. طبعا دي بتبقى المور كومن اكتر والهومر رايت بتبقى ريف شويه عادي. زي السؤال كان طالب روزيت بتاعته كانت بتاعتنا فلوريت. الفلوريت مش كتبتوها ليه صحيح؟ مش مكتوبه الفلوريت مش عندي. لا الفلوريت مش روزيت، لا اسمها فلوريت زيت. انت مش بتزود الكلام مش خلاص. طبعا بيبقى فيه سنترال كافيتي وبعد كده المفروض الكيوبويدال سيلز بتترص اراوند الكافيتي
فيها الخطوط دي اللي هي بتمثل الدبلوزوم. والناس ما تعرفوا الكافيتي فيه ايه الماتيريال فيه ايه. هناك بيبقى كافيتي وقلنا بيبقى فاضي كافيتي فاضي. هنا بيبقى فيها الكوب بلايت ماتيريال اللي هي موجوده في السنتر وبيبقى فيها الاريجولار ارنجمنت بتاع السيرف زي ما احنا شايفين. الثانيه كانت كوبايدا مرصوصه مرصوصه لكن بيبقى فيها شويه برام اللي هي دوريه كده لكن بيبقى فيها الاريجولار ارنجمنت بتاع الكيوبيكال سيلز. دي بقى طبعا الفلوريت وطبعا باين من شكلها انها ابروب بيهافير ان هي تبتدي تعمل لنا الفوتوريسبتورز لانها واخده شكل السيل وليها بروسيسز وبتاع فدي بتبقى واخده شكل كانها هتعمل فوتوريسبتورز. دي سيكشن تاني زي الاولين اللي هو اللي فيه طبعا هنا باين قوي الايزوفيليك نيكروتيك اريا. شايفين الاريا دي باينه قوي وهنا طبعا باينه ان معلش هي واخده ستين شكل غريب شويه فما تهتموش بشكل الستين هنا لكن طبعا فيها برضو ادي واحده وادي واحده وادي واحده كل ما نلاقي دوريه بيضه ندور وراها نلاقي حواليها ابتدت تترسل كلها من السيلز بتاعت التيبيكال روزيت. دي سيل غريبه برضو ما يعني ما فيش داعي لكم تبصولها بس دي بتبين الفلوريت. طبعا احنا لو خدنا بالنا هنلاقي ان السكاشن اللي فيها فلوريت بيبقى قليل فيها الروزيت او العكس. هنا لو جينا بصينا هنا دي عشان نبقى عارفين دي بتبقى الاسكليره اللي هي بايه بتشبه الكورنيا اللي هي بتبقى عباره عن فايبرز بالريجولار ارنجمنت بس بتبقى شبه الكورنيا شويه. خلاص طبعا الاسكليره هيجي فوقها هتبقى الكورويد خلاص امننا بالله اللي هو بيجلي ده. هنا دي الكورويد. هل احنا شايفين كورويد؟ الكورويد بتتكون من ايه؟ من بيجمنت ابيثيليوم وبعد كده كل الحاجات اللي جواها مفروض ان هي مليانه بكابيلرز او كوليو كابيلرز يعني بلاد فيسل وشويه ميلانوسايت متمطوره. اما جاي ابص لدي الاقي ان مفيش حاجه خالص من المنظر ده. ده منظر حاجه فايلت وبعدين نبقى دايما عارفين لما الاقي اللون البينك يبقى السكشن ده ممكن يكون ماشي في الطبيعي لكن لما الاقي اول بص في السكشن الاقي اللون فايلت يبقى دخلت على حاجه من اثنين يا كرونيك انفلاميشن لان الكرونيك انفلاميشن بيبقى ليمفوسايت وبلازما سيلز والبلازما سيلز دي بتدي السكشن اللون البنفسجي او اللون المزرق شويه يا اما بيبقى مالجنت لان المالجنت بيدي ديب الستين بالنيوكلياي فيبتدي السكشن ياخد شكل الفايلت الغامق. يبقى انا اول ما ابص في السكشن لقيته بنفسجي غامق ادور بقى يبقى هنا في حاجات مالجنت لقيته لونه بينك كده يبقى انا داخله في حاجات انفلاميشن من حاجات الانفلاميشن اللي هي الصغيره العاديه او الاكيوت او الانفلاميشن المعروفه او التراديشنال المعروفه. خلاص فلما باجي ابص على الكوريد هنا الاقي المنظر متضايق خالص ده مش شكل الكوريد اللي انا عارفاه خالص. يبقى معنى كده ان في انفلتريشن هنا راح من الريتروبلاستوما للكوريد. وهنا عندي دي دي النيوروسنسور ريتنا ابتدى يحصل فيها ديتاتشمنت انفصلت. هنا عندي ده البيجمنت ابيثيليا ما هو موجود هنا انا بقى خبطه خبطه هو سمعت فنانين ممكن تيجي سلايدز لوحدها كده انا هقول لك ممكن تيجي في الاخر خالص هفهم لك الكلام هفهم لك الكلام معلش بقى استحمل شويه بيريحهم ما بين يعني على فكره لازم تعرفوا اللي بيصوروا يا ريت يا جماعه نركز في الكلام ان السلايد اللي بتنزل لكم في الامتحان غير دي خالص ووضوح وضوح الشمس الرساله السلايد بتنطق وبتبقى فيها الماكرو والمايكرو ولو عمل انفيجن لو في لو معاه سي تي بتبقى كلها موجوده. عايز حاسه ما تقول دكتور فاطمه ممكن تقول السلايد فيها صوره واحده صورتين ثلاثه اربعه فيا ريت تركزوا في الكلام اكتر من من من, من يعني فانتوا مذاكرين المفروض ان انتوا امتحنتوا تحرير يعني مذاكرين نظري فانتوا مش مشكله انتوا بتطبقوا دلوقتي النظري اللي انتوا مش متخيلين شكله على حاجه انتوا هتشوفوها بعينكم. يعني هتلاقي نفسك بتترجم اللي انت قاريه ومذاكره نظري عشان يثبت معاك. خلاص فيبقى اول قلنا ان دي الكورايد يعني كنت بشاور بيه قبل ما اتكلم قبل ما اتضير الكلام. خلاص قلنا ان هنا ده البيجمنت ابيثيليا اللي هو المفروض موجود كده وطبعا برضو واضح ان هو الانفيجن مأثر فيه لان هو الكره توصل للكوريد يبقى حصل ديستراكشن لكله يبقى ما فيها ريتنا بيجمنت ابيثيليا شايفين شكله ده اتروفيك مش باين له معالم معايا.
خلاص. وانا يبقى دي طبعا انتوا عارفين ان كلمه ديتاتشمنت معناتها سيبريشن اوف ذا نيورو سنسوري ريتنا فروم ذا ريتنا بيجمنت ابيثيليا. فهو يا دي نيورو سنسوري ديتاتشمنت في هنا بقى شويه بنقول عليهم دول سيدلينجز اللي هي شويه الحاجات اللي انا شايفاها هنا دي. ادي واحده جايه منها خلاص خليك عشان دي هو مش عايز يرجع بقى شاور عليها في الرقم ماشي. هنا بقى لما نبص للمنظر ده ده منظر الاوبتيك نيرف. هنا دي كده السكليرا ناحيه دي والناحيه الثانيه وكده ده منظر الاوبتيك نيرف زي ما احنا شايفين. طبعا دي مرسومه زي اللي مرسومه عندكم في الكتاب الريتم بلاستوما. ادي بلاد فيسلز انا عايز اشاور. ادي البلاد فيسلز اهي دي بلاد فيسلز بلاد فيسلز بلاد فيسلز. حضرتك حضرتك نقول ده بصوا بقى ادي البلاد فيسل زي لو عملنا لها تراسنج اديها ماشي اهي بلاد فيسل وادي بلاد فيسل وادي بلاد فيسل. وزي ما احنا شايفين ان هي واخده اللون الفايلوت او اللون اللي هو الغامق يبقى معنى كده ان دي فايبر سيلز. ده كده الاوبتيك نيرف شادو او الاوبتيك نيرف. هنا دي مفروض حته السكليرا وهنا برده مفروض حته السكليرا. هبص نلاقي بقى ان الاوبتيك نيرف انفلتريتد في الابر ايدج بتاعته وهنا مفروض دي الكات ايدج بتاعت الاوبتيك نيرف. فالريتم البلاستوما هنا واصله ايفن للكات ايدج اوف ذا اوبتيك نيرف. يعني احنا بنعمل احنا دايما في الريتم البلاستوما لما بيعملوا الانوكليشن بياخدوا اسطمبه كبيره شويه دي المفروض طبعا الجراحه بقى بياخدوا اسطمبه كبيره هي المفروض لحد ما يختفي الجزء اللي هو ما يبقى مبقاش فيه سبريد. لكن هي هنا وصلت لحتى للكات ايدج فطبعا دي باد بروجنوزس واكيد ان هي كانت دي ريتم البلاستوما اللي هي واخده لون الفايلوت. هنا في حتت بقى برده يعني فيها نكروتيك اهي بص ادي حتت نكروتيك في واحده مرسومه هنا دي روزيت جميله قوي هي طبعا بيبقى رسمتها السكشن اللي احنا شفناه بيبقى جايه بلاد فيسل وحواليه مالجنانت سيلز. المالجنانت سيلز اللي مرصوصه حوالين البلاد فيسل دي بيبقى في جواها بقى روزيتات متنطوره يعني مش هي الروزيت مش بلاد فيسل وحواليه لا احنا اتفقنا ان الروزيت ده امبتي كافيتي كافيتي ومرصوصه حواليه المالجنانت سيلز او في الجوه. واحده فوق اهي يا دكتوره فاطمه اللي فوق خالص دي لا دي يعني هذا كده لا كده اهو هي دي اكثر واحده لا دي ودي اهي يعني وبكتير كذا واحده هنا واضحه لفوق هنا فدي فايبل وعامله اكستنشن كمان لدرجه ان هي واصله للاوبتيك. انا بقى لما بيجي لي الحاجه يعني افرض ان انا نزلت لي الصوره دي جالي حاله فيها سكشن وباين فيه او اندوفيتك او اكزوفيتك وباين فيه وبعدين جبت وختمت مثلا بالصوره دي الصوره دي معناتها ان في اوبتيك نيرف انفلتريشن. اللي ما كتبش اوبتيك نيرف انفلتريشن بينقص جزء كبير من الدرجه يعني ما تقوليش بقى ريتنال بلاستوما واراوند بلاد فيسل وروزيت وفلوريت ومش عارفه ايه وطنش حته الاوبتيك نيرف دي لا لازم نقول ان في سبريد للاوبتيك نيرف. انا مش جايبه الصوره دي عشان ما يتعلقش عليه خلاص يبقى دي ادفانس ريتنال بلاستوما ويز سبريد عن طريق الاوبتيك نيرف. طبعا هو هنا بيشرح اللي هو اللي احنا قلناه هناك ادي نيوروسنسوري ريتنا وزي ما قلنا ان دي سب ريتنال سبيس ده ديستركتيف ريتنال بيجمنت ابيثيليوم اللي هو ده هنا دي كورويد وانفيدد كومبليتلي وهنا دي الاسكليا تمام دي الدايجرام بتاع اللي فات. نبص بقى على الصوره دي انا شايفه ايه شايفه سيلياري بروسيس باينين لي في السكشن دول اللي هم سيلياري بروسيس تمام وشايفه هنا دنس وايت ماس هل دي لينتال ولا ريترو لينتال طب نجيب اللي بعدها ونشوف يعني انا عشان اجيب دي هتيجي وراها صورة تانية وراها صورة تالتة عشان تبين لي ايه دي. انتوا كده عرفتوا دي ايه؟ احنا قلنا الانجيت السيلياري بروسيس وفي ريترو لينتال دانس وبس. فكر بقى تخش ولا بقى في الديفرنشال دايجنوز وفي كوكوريا ايه الحاجة اللي بيبقى معاها لونج سيلياري بروسيسز؟ هما حاجتين مش حاجة بي اتش بي في بي اتش بي في برزيستن هايبر بلاستيك برايمري فيتس وايه تاني؟ كريتنال ديسبلاسيا وريتنا الديسبليس لا قال لكم كوريا دي ده موضوع طويل احنا بنتكلم على الانجيت السيلر والار او لا ريتنا الديسبليس 12 13 هما الديفرنشال دايجنوستيك اقول لكم كوريا بسالها ساعات سؤال هساعد الجاي الدكتوراه بس انتوا الماجستير المفروض انكم عارفينها سودو جلايوما والديفرنشال دايجنوستيك سودو جلايوما البتاعه الطويله العريضه لسه الطويله
بصوا ده الدايجرام بتاعها زي ما قلنا. يبقى ادي السيليا السيليا بروسيسز اهي، وادي الاوباسيتي اللي موجوده عندي اللي هي بنقول عليها فيترولينتال ماس. طبعا الجزء اللي مكمل الناحيه الثانيه اللي هو الايرس، يعني لما ارجع لها كده هنعيدها تاني بعد ما شفنا الرسمه. ادي الرنجيت السيليا بروسيس، ادي الريترولينتال ماس الواتش ماس اللي انا شايفاها، وادي بقيه الايرس. تمام كده، وقلنا ده الدايجرام بتاعها. بصوا طبعا الرسمه دي في كينستري، موجوده في كينستري. لو بصينا هنا هنلاقي ان الاوباستي دي ادي الزنيولز كلها جايه محوطاها. الزنيول بقى مش راحه عند البريفري بتاع اللينس، لا دي جايه داخله كده على حته وسطانيه ومتشبكه فيها. وبعدين في خط طويل كده ماشي من هنا وراجع للورا. ايه الخط ده؟ ايه الحاجه اللي جايه من اللينس وممكن توصل لغايه الاوبتيك ديسك هنا يا ولاد؟ ده الاوبتيك ديسك، اه ده الريزيستنت هيالويد ارت، ده الهيالويد فيسل اللي هو المفروض ان هو الانوميلي بقى بتاعت البي اتش بي جي. البي اتش بي جي ثلاثه فيريوس من الانوميلي، يا اما انتيريور يا اما بوستيريور يا اما كومباين. الانتيريور ده بيبقى عباره عن ايه؟ الانتيريور ده بيبقى عباره عن البرزيستنت تنكا فاسكوليزا لينس. التنكا فاسكوليزا لينس دي فايبر فاسكولار ممبرين. الفايبر فاسكولار ممبرين ده ليه ايرودنج افكت، بيبتدي ياكل البوستيريور كبسول وبيعمل كورتيكال تشينجز في اللينس. ده الجزء الاولاني اللي هو الانتيريور فيريانت والبي اتش بي بي. طبعا في اللي فيكم من الحسين انا بكتب لكم الكلام ده في الشيتات دايما بتاعه السونار لما بتبعتوا لي حالات بجادر، ولا على بال ما بيقروهاش ما بيبعتوهاش بيبعتوها حته ثانيه. يا اما بيبقى عندي ليمنت من البوستيريور. البوستيريور بياخد اكتر من صوره. الصوره المشهوره قوي البرد ماستر بابيلي اللي هي بيبقى ليمنت من جلايل تيشو موجوده على الاوبتيك نيرف. هذا احيانا بياخد حاجه اسمها فانسي فورم فولد، بتيجي فولد من الريتنا تبقى مشدوده بالممبرين اللي موجود من ورا لينس او اللي موجود من ورا، وتجيني حاجه اسمها فانسي فورم ليجامنت، ده ليجامنت طبيعي. او بيبقى الكومباين انتيريور وبوستيريور، الاقي الاوباست بتاعت الورا متوصله بالاوباست بتاعت قدام بخط طويل بيريبريزنت الريمنت بتاع الهيالويد كانال، لان الهيالويد ارتري اساسا بيمشي في هيالويد كانال. الكانال دي موجوده بتبقى في الاطفال الصغيرين المفروض يحصل لها ريمنتيشن وتختفي فيما بعد لما بنكبر، وبتبقى محمل فيها الهيالويد ارتري. خلاص يبقى دي الفيرينس بتاعت البي اتش بي بي. دلوقتي بيسموه بي اف بي اللي هو بيرزيستنت فيتال فاسكولاتش. خلاص اساس ان في انتيريور وبوستيريور. ده المنظر اللي بحكي لكم عليه بتاع الانتيريور لينس. لو بصينا هنا كده السكشن الجزء ده وهتشوفوه بعد كده ده لينس، دي لينس فايبر. تمام هنبص بقى تعالوا معايا على الخط اللي انا همشي عليه بالسهم ده. في خط كده جاي ماشي ماشي وبعدين معرج، بعدين جه هنا وابتلى وجه هنا وابتلى وبعدين اختفى. لو رحت الناحيه الثانيه هلاقي ان في خط ثاني مماثل جه ومشي 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 وجه واختفى. دي ايه؟ دي البوستيريور كبسول بتاع اللينس، حصل لها انترابشن او حصل لها ايروجن وبقت ريبليسد من هنا بالفايبر فاسكولار بروليفريشن بتاع التونيكا فاسكوليزا لينس. زي ما احنا شايفين الفراغات دي بتمثل في سكاشن لما تكسر من الريسين بسبب ليبد، لان من ضمن الحاجات اللي بتحصل فاتي ديجنريشن. فاتي ديجنريشن هيديني ليبدز، والليبدز هتبقى الامبتش سيلز اللي احنا شايفينها دي. ده الهيالويد ارتري، يبقى هنا ده رايح يكمل او هو بتاع الصوره الاولانيه اللي الارتري جايه لي من التونيكا فاسكولاريا لينس واصل لي ورا عند الاوبتيك نيرف. خلاص يبقى ده بي اتش بي بي، يبقى الحاله دي كانت بي اتش بي بي. خلاص يبقى لو بس اللي احنا كنا شايفينها دي نتيجه البي اتش بي بي. دي بقى شرح الدايجرام بتاعها. ادي الكبسول اهي اللي هي رشرت ادي هنا كده، وادي الفايبر فاسكولار بروليفريشن، وادي الهايلايد، وادي بقيه اللينس اللي هي لسه ما حصلش فيها جينيريشن. طبعا ميلانوزس، كلمه ميلانوزس دي طبعا كلمه كبيره جدا جدا. نسال بقى الاول بنقول ايه الفرق بين الميلانوزس والنيبس؟ ابو بكر بيحب جدا البرمنتيشن والحته بتاعت البرمنتيشن هو بيخش اه بيحب يخش شافه وبيسقط ولاده على فكره عشان تبقوا عارفين يعني، يعني انتوا بتقفوا على قلبه.
ايه الفرق بين الميلانوزيس والنيفوس؟ ايه يا عيال ما حدش عارف. ما انت قولي يا قولي يا هبه قولوا علشان لما تغلط نصلح ونفتكر. لا هو في فايف انكريس في البيجمنتيشن بتاع الكريس في النمبر بتاع ال بس كلمه ميلانوزيس يعني جايه من الميلانوسايت خلاص يبقى ميلانوزيس ريليتد للميلانوسايت النيفاس ريليتد للنيفاس سيلز لان النيفاس سيلز دي بيجمنتد سيل والميلانوسايت برضو بيجمنتد سيل الاورجن بتاعهم واحد فهما الاثنين مفروض يدوني ميلانوزيس لكن دي الميلانوزيس جاي من الميلانوسايت والتاني ده جاي من او البيجمنتيشن الثاني بيجي من النيفاس سيل ايه الفرق بين الميلانوسايت والنيفاس سيل كاورجن هما الاثنين من اورجن واحد اللي هو من نيورال كريست كشكل الميلانوسايت هي دي بقى يا ريما اللي انت بتقولي عليها اللي ليها بروسيسز يعني الميلانوسايت ليها بروسيسز لكن النيفاس سيل دي بتبقى سيل مجرد البيجمنت فيها وخلاص خلاص يعني هو حتى كده كلير ميلانوسايت كونتين بيجمنت اند دندريتك بروسيس يبقى الميلانوسايت بيبقى ليها دندريتك بروسيس في حين ان النيفاس ملهاش دندريتك بروسيس الحاجه الثالثه المهمه ان الديستريبيوشن بتاع الميلانوسايت في الليجن ان هي بيبقى فيه انكريز الابسوليوت نمبر لكن النيفاس بتعمل سيل نيست يعني انا لما ابص الصوره والاقي ان البيجمنتيشن واخد شكل نيست اعرف ان دي نيفاس سيل لما الاقي ديستريبيوتد في السكشن اعرف ان دي ميلانوسايت او بترجع بقى ليه الميلانوزس هو ده الفرق بين ايه بحاولها دلوقتي ما هي ميلانوزس دي بتبقى ملاين الليجن الميلانوسايتوزس دي بتبقى حاجه بقى ريليتد باثولوجي تاني يبقى هتقدر تخش في مالجنت او في حاجات تانيه لكن كلمه ميلانوزس ساعات كلمه ميلانوزس دي بتبقى معناها انكريز البيجمنت جرانيولز في البيبر في البيزل سيل اللي هي بتاعه الابيثيليوم فدي بنقول عليها ميلانوزس لكن زياده الابسوليوت نمبر اللي هو الميلانوسايتوزس زياده الميلانوسايتس في الاستروما يعني دي بتبقى ليها علاقه بالاستروما ودي بتبقى عليها علاقه بالبيجمنت ابيثيليوم دي طبعا صوره حاجه انيمال اكسبيرمنت بصوا بقى احنا لما نشوف المنظر ده خطوط 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 عارفين بقى زي الحاجه دي ده شويه نقول اوستي خطوط 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 ونيوكليار طبعا في دبل لاير في الريتنا بيبقى ليها دبل لاير من الريتنا الخطوط الطويله دي بتبقى بس اكيد في الريتنا فوتو ريسبتورز فوتو ريسبتورز دي بتبقى الفوتو ريسبتورز وبعدين الاوتر نيوكليار لاير وبعدين في البليكسيفورم وبعدين الباقي مش باين ده كده عندنا البيجمنت ابيثيليوم بتاعه ده لو خلينا بالنا هنا هنلاقي ان الابسوليوت نمبر بتاع الميلانوسايت زادت قوي هنا في الكرويد تمام كده يعني ادي ميلانوسايت ودي ميلانوسايت كتر اما المفروض الكرويد صح قلنا بيبقى فيها ميلانوسايت بس ما بيبقاش بالكثافه دي زياده الابسوليوت نمبر ده الميلانوسايت خلاص ده عيان لو بصينا عليه هنبص على العين دي نورمال كويسه ونجي نبص على العين الثانيه هنلاقي فيه دارك بيجمنتيشن وهنلاقي ان البلبر ايه برده فيها دارك بيجمنتيشن والايريس هنا لونها مختلف عن الايريس هنا هنا بقى هنقول ان في حاجه اسمها ها كتير كروم بس جميل بس ثاني كتير كروم اوكي غير ما ميلانوس وفي حاجه ثانيه كتير كروم ايريدا طبعا كلمه هيتير كروميا ايريدم هي اللي المفروض موجوده هنا لان انا عندي ديفرنت كلرز بين ذا تو ايريدز لكن هيتير كروميا ايريدز هي يوني اوكلر ديفرنت كلر يعني المفروض ان الايريس الواحده مختلف فيها اللون فدي ايريدز لكن ايريدم الاثنين مختلفين واحده خضراء واحده زرقاء اي حاجه ثانيه طبعا اللي انا شايفاه ده بنقول عليه كونجنتال اوكلر ميلانوزيس ايه هو الكونجنتال اوكلر ميلانوزيس كونجنتال اوكلر ميلانوزيس معناتها ان بيبقى فيه بيجمنتيشن في الاوكلر تيشو اللي هي بتبقى الايريس والسيلياري بولجي وممكن الكرويد ده بالنسبه للاوكيولار بارت بتاعها احيانا بيبقى اسمها اوكيلوديرمال ميلانوزيس الاوكيلوديرمال اللي هي بقى فيها النيفاس الاوطه اللي احنا شايفينها دي يبقى ده كونجنتال ده غالبا كونجنتال اتولد بيه يبقى كونجنتال اوكيلوديرمال ميلانوزيس تمام هنا جي برضو دي كده الاسكليرا وزي ما احنا شايفين ان الكرويد البيجمنت اتجمع فيها وخد الشكل ده دي برضو كونجنتال ميلانوسايت اكزامبل تاني
هنا لو بصينا للور ايليد هبص نلاقي فيه ليجن. ما تقعدش بقى تقول لي اليفيتد ليجن سينس 4 مانس، انا هتبص تلاقي حاجات هو بيكتبها كده، هو الكتاب بيعرض حالات كيس ريبورت فعرض حالات معينه، لكن انا اقول ان في بيجمنتد ماس افكتنج ذا لور ايليد بس، ما زودش بقى انا في الكلام يعني في حاجه ثانيه هنبهكم ليها ساعتها. لما جينا نفحصها طبعا ده المفروض السكشن اللي انا شايفاه اللي انا شفته في الصوره الاولانيه المفروض ان ده جاي في الليد مارجن واكستند شويه نازل لناحيه السكين. هنا يبقى ال الهيستولوجي هيبقى ايه الستراتيفايد سكوين. تاخد بالنا بقى لو احنا جت الصوره بحاجه في الكونجكتايفا يبقى هنا ناخد بالنا ان الابيثيليوم بتاعها هيبقى ستراتيفايد سكويمس نان كريتنايز. لو انا بقى السكشن جاي لي من السكين وحسب برده الكونجكتايفا زي ما احنا عارفين حسب مكانها، لان انا ممكن تبقى كل مره في منطقه الكورنيسس لكن تبقى في منطقه الايليد مارجن هي اللي بتبتدي تبقى ستراتيفايد سكويمس. يعني ناخد بالنا من الماكرو الصوره فين، من الصوره فين هقدر اعرف نوع الابيثيليوم الموجوده عندي، لان احنا عارفين الابيثيليوم بيتغير اكوردنج للسايت اللي هو موجود فيه. تمام كده؟ فانا لما اجي ابص هنا هبص الاقي ان فيها شويه كيراتين موجودين على فوق وفي حته ما فيهاش لانها ترانزيشنال ايدج جاي من الليد مارجن ورايح للسكين. تمام كده؟ هبص الاقي بقى هنا دي ناس تسعين مرصوصه مرصوصه مرصوصه، يبقى دي كلها عباره عن نيفاسيز لانها خدت شكل الناس يعني دوريه وجه دوريه وجه دوريه وجه دوريه. لو خدنا بالنا هنلاقي الابيثيليوم فري تماما تمام او الابيدرمس فري وان دي موجوده في الدم تبقى دي انترا ديرمال نيرس. تمام هو كان بقى اسوشيتد وذ كارين كومبلكس. كارين كومبلكس ده معناتها ان بيبقى فيه نجزومه في الهارت وفي الفيس وبيبقى معاها ابنورمال بيجمنتيشن في الليب والليب شويه حاجات كده. دي سندروم بيبقى معاها اللي هو اللي وجود النيرس. وده بقى تستطيع ان كنتوا تعرفوا انواع النيفاسيل. بصوا يا اولاد في حاجه بقى اسمها بولاريتي. يعني ايه بولاريتي ويعني ايه لوس بولاريتي وامتى تحصل لوس بولاريتي؟ دايما كلمه نورمال بولاريتي معناتها ان السيلز اللي موجوده في الابر سيرفيس بتبقى مور دارك مور لارج، بتبقى اللي تحت سمولر زان عن اللي موجوده فوق. احيانا بيحصل بيتساوى، دي بتبقى مثلا في السيفير افكشن للتيشو يعني تبقى اللي فوق قد اللي تحت ولون قريب من بعض. في المالجنت بيتعكس دايما نقول في اي حاجه مالجنت بنقول من ضمن الساينز او الكريتيريا بتاعه المالجنت لوس اوف بولاريتي، مش بس تصوت الروس لا دي تخطيطها. نبص نلاقي ان اللي تحت هو اللي كبر وبقى دارك ستيم واللي فوق ممكن يبقى صغر وفي ديستراكشن، فدي بنقول عليها النورمال بولاريتي او اللوس اوف بولاريتي. فهنا نورمال بولاريتي لان تحت صغير واللي فوق كله السيلز بتاعته كبيره وشايفين احنا ان الكلر بيفيد كل ما اتجهنا من فوق لتحت، يعني هنا ابتدى يفتح شويه لكن هنا هو دارك اكتر، فده بيبقى النورمال بولاريتي. بصوا بقى هنا هنبص نلاقي ادي الابيدرمس اهي وابتدت الدرمس نفسها يبقى فيها حاجات، يبقى دي ايه؟ كومباوند نيفس، لانها ابتدى كده يبقى فيه في الديرمال ابتدى يبقى فيه في الجنكشنال زون. جنكشنال زون يبقى معنى كده ان دي جنكشنال نيفس، واحنا عارفين ان الجنكشنال كومبوننت اوف كومباوند نيفس از ريسبونسبل فور مالينس. تمام؟ هنا هقول ايه كونجكتيفال ماس، يبقى انا بمخ كده على طول اتوقع ان الابيثيليوم هنا هيبقى بتاع الكونجكتيفال بيجمنتد خلاص وموجود فيها سيستيك سبيسز. ادي طبعا دي الكونجكتيفال تمام، وادي البيجمنتد ماس باين البيجمنتيشن هنا، وادي الفراغات دي عباره عن سيستيك سبيسز. طبعا برضو دي بعيد ان هي برضو النيفاس سيلفر دي جميله كمان بقى شايفين مرصوصه 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 ازاي، وبرضو هنا اهي جانكشنال نيفاس خلاص. يعني دي اكزامبل من الجانكشنال نيفاس. دي بقى شبه اللي احنا شفناها عند العيان اللي هي هنا ديفيوز شويه تبقى دي ميلانوسايت ودخلنا في استروما، ودي السيست اللي احنا كنا شايفينها. طبعا السيستك ديجنريشن بيحصل في اي مرض، يعني دايما يحصل سيستك ديجنريشن ان التيشو يبقى لوست تماما ويبتدي يحصل نيكروتيك اريا او ديجنريتد اريا، ودايما الابيثيليوم بيحوطها. فدايما احيانا حتى بساعات يقولوا عليها جلانجولار ريزمبلنج ستراكشر. فنبص نلاقي ان اي ديجنريشن ممكن يحصل فيه كده، تبص تلاقوا تجويف، واحنا عندنا قاعده كده ان اي تجويف متحوط بابيثيليوم يبقى جلاند غالبا، لان عارفين المايو ابيثيليوم اللي هو بيضغط وينزل السكريشن بتاع الجلاند. ايه تايبس اوف جلاند؟
الاكسوكراين والابيكراين والهولوكراين. الابيكراين والهولوكراين والاكراين. ايه الفرق بين كل واحده منهم؟ الابيكراين في واحده بتربشر لما بتنشف طلع السكريشنز و... الابيكراين الابيكس بتاعت السيل بتديسنتجريت لما بتطلع السكريشن بتاعتها او بتاعت الجلال. الهولوكراين كلها بيحصل لها ديسنتجريشن مع السكريشن بتاعتها. الاكراين بتظل كما هي ما بيحصلهاش اي ديسنتجريشن. دي تايبس اوف جلاندز. يعني هو بص بقى ساعات هو بيحط اللي مقرر يعني بيحط لك حاجه غير الثانيه. طبعا انت اول ما تلاقي نست يبقى هي نيفس ديستريبيوتد بيجمنت سيلز ماليا سيكشن فول تبقى دخلنا في البلانوسايتوز. دي بيجمنتد ليجن موجوده طبعا هنا عند الليمبس وشايفين عليها انكريز فاسكولاريتي. هو طبعا كاتب بقى سينس تشايلد هود امبرجال راسي دراج مفيش كلام ده خالص. هي كونجكتيفال بيجمنتد ليجن نير ذا ريمبس. بنرجع بقى الحته الثانيه دي اللي تبع القفص. طبعا دي شكلها ايه بقى؟ بنفسجي. يعني ما بقيناش في البناين ما دام خدت الدارك بنفسجي ده كده ما بقيناش في البناين. لما جينا كبرنا هنا بقى لقينا ايه؟ انكريز فاسكولاريتي ادي الفيسلز كتيره 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 تمام كده. وابتدى بقى يحصل عندنا ايه؟ البولاريتي ابتدت تتغير لان السيل اللي تحت شكلها ده كبير وضرب زي الفوقانيه يبقى ابتدى يحصل لوست اوف بولاريتي. يبقى انا هنا ابتديت اخش على مالجمنت ليجن ما بقتش بقى ميلانوسايتوزيس ولا بقت حاجه من الحاجات التانيه. يبقى دي ابتدينا نخش على مالجنت بيجمنتد ليجن. هل المالجنت بيجمنتد ليجن بتحصل بس مع سبندل ايه والسبندل بي ومش عارفه ايه دول؟ لا، كمان النيرفس سيلز لو حصل فيها تشينجز ابروبت تشينجز او تشينجز راحت ناحيه المالجنسي ممكن تديني مالجنت سيكشن. يعني النيرفس نفسها مش بس النيرفس المجرد نيرفس ان هي حسنه او حاجه زي كده، لا هي ممكن تتحول لحاجه مالجنت. واحنا زي ما شايفين في السيكشن ده دي حاجه مالجنت لكنها ماهيش لا سبندل ايه ولا سبندل بي مش مالجنت ميلانوما لكن هي مالجنت نيبر بس حددني مالجنت. يعني دايما نبقى عارفين ان في حاجات بتبقى مالجنت حتى لو كانت مش بتخضع لتقسيمه المالجنت ميلانوما اللي احنا عارفينها. ده بيجمنتيشن موجود في الكونجكتيفا اللي هو موجود هنا ده. طبعا ده بيبقى غالبا دراج انديوس يعني الناس اللي هم بياخدوا قطرات لفترات طويله بيحصل لهم الفلات بيجمنتيشن ده. تصدق بقى لازم تعرف الكونجكتيفا. هنا بقى باين ان البيجمنتيشن بيبقى افكت من البيزا اللير بتاعه الابيثيليا. ده بقى بيقول عليه برايمري اكوايرد ميلانوز. برايمري اكوايرد ميلانوز البرايمري اكوايرد ميلانوز ثلاث انواع، يا اما بناين يا اما بري كانسرس يا اما كانسرس. طبعا البناين ده اللي هو اللي احنا شايفينه ده اللي هو زياده البيجمنت جرانول في البيزر سيل اللي هي بتاعه الابيثيليا ده نوع بناين. اما يبتدي بقى يحصل امتى يتحول لمالجنت؟ لما يبتدي يحصل انترابشن للبيزمنت ممبرين بتاع اي ليجن فيها انترابشن للبيزمنت ممبرين وسبريد من الابيثيليا من الاستروما يبقى انا هخش في مالجنس. خلاص هيبقى ابتدى يخش في مالجنت تشينجز. دي برضو كونجكتيفال بيجمنتيشن من الحاجات اللي هي برضو بصوا بقى هنا دي الكانسرس بقى برايمري اكوايرد ميلانوز. هي بدات ميلانوز لكن بصينا لقينا هنا لا الابيثيليوم باين ده بالعكس ده الابيثيليوم ابتدى يبقى انفيدد بسيلز وابتدت السيلز تبقى مطوره وادي سيلز كبيره وابتدى يحصل بلاد فيسلز لا انكريز دي سايز انكريز دي فاسكولاريتي انكريز دي بيجمنتيشن. كل ده كلام بتاع مالجنسي. يبقى هنا برغم ان هو كان برايمري اكوايرد ميلانوز لكن زي ما احنا شايفين قلب لمالجنت ليجن فبقى كانسرس برايمري اكوايرد ميلانوز. دي برضو حاله ثانيه شايفين الفيسلز بقت يعني لو بصينا كده بص السكشن مطور فيسلز قد ايه. كل طبعا الفيسلز دي معناتها ان في اندوثيليوم رفيع قوي ساعات ما بيبقاش باين وار بي سيز كتير فدي كلها مليانه هي ار بي سيز ار بي سيز والسيلز شايفين تنفخت هنا بقت كل سنه قد ايه الابيثيليوم يكاد يكون اختفى فدي برضو مالجنت برايمري اكوايرد ميلانوز. بصوا بقى لما نبص هنا
في براون ماس موجوده في الانتيريور تشامبر. يعني انا شايف في المنظر كده بيقول ان في ما نقولش تيومر يعني نقول ماس. يعني احنا لما نستخدم اللفظ دايما نستخدم ماس لحد ما نوصل للدايجنوز، نقول في براون او براون ماس او بيجمنتد ماس موجوده في الانتيريور تشامبر تو ذا نذر سايد. ما اقولش اورجينيتد فروم ذا سيليري بونج، انا هنا مش شايف انها اورجينيتد فروم ذا سيليري بونج. عملنا بيبرال ديليتيشن لانها لوب كده واخده الشكل اللي احنا شايفينه ده اللي هو المنظر ده. جينا خدنا فيها سيكشن فلقينا المنظر ده، ولما عملنا له ماجنيفيكيشن بدينا بالشكل ده. ايه بقى اللي احنا شايفينه ده؟ دي سيليا البروسيستا اهي، ودي سيليا البروسيستا اني اهي بالظبط. دي المدلع ابيثيليوم. ايه هي المدلع ابيثيليوم دي؟ هو تيومر اوريجينيتد من النيورو اوبيثيليوم بتاع السيليري بودي. طبعا احنا عندنا دايما انا كنت اسالكم سؤال اقول بيحصل مالجنت من الميلانوما في ذاكرتنا؟ لا. سمعنا عن مالجنت من الميلانوما في ذاكرتنا؟ لا. سمعنا؟ حد سمع؟ لا. مفيش حاجه اسمها مالجنت من الميلانوما في ذاكرتنا. ليه؟ مش ذاكرتنا دي فيها ريتنا البيجمنت اوبيثيليوم؟ مفهوش ميلانوسايتس، لان المالجنت ميلانوما البريكورسر بتاعها الميلانوسايتس، لكن النيورو اوبيثيليوم عمره ما بيدي مالجنسي، ما بيديش اي تشومر، بيدي رياكتيف هايبربليزيا اكسبت في الدكتيوما. الدكتيوما هي التشومر الوحيد اللي بيطلع من النيورو اوبيثيليوم. تمام كده؟ ايه خواص الدكتيوما دي اللي هي سيليري بودي تشومر؟ هي مرة بتعمل الكوكري، لكن هي كباثولوجي لوكالي مالجنتد. هل هي almost always white ولا ممكن تبقى بيجمنتد؟ طبعا الديكتيوما بيبقى ليها ثلاث عناصر، روزيت شيب ستراكشر بيبقى فيها حاجة تشبه الروزيت بتاعة الريتنا، بيبقى فيها فايبرلي ماتريكس، وبيبقى فيها جلاسي ماتيريال. الجلاسي ماتيريال دي اللي هي قال ان هي بتمثل برايمري فيتريس او اتمبت تو فورم فيتريس، والفايبرز اللي هي موجوده فيها دي سبورت بيقول ان هي بتبقى بتمثل الريتيكولار تيشو بتاع الريتنا. وبعدين الروزيت هي دي كانها الروزيت بتاعه الريتنا، فقالوا ان هي دي محاوله لعمل ريتنا، محاوله لعمل فيتريس كانها امبريونيك تيشو بيحاول يديفرنشيت عشان يدي جلوب. عشان كده لقوها بتجمع الاستراكشرز دي كلها. قالوا بيحصل فيها حاجه اسمها هيتيروبلاستيك تشينجز. ايه هي هيتيروبلاستيك تشينجز؟ احنا قلنا ان هي عباره عن سيلز عاديه خالص اللي هي زي النيورو ابيثيليوم، بيبقى واخد شكل اساينايد كده اللي هي حاجات المدورات دي يعني، بس هي معلش الالوان بتاعتها هي مش حلوه، لان هي المفروض انه بيبقى تجويف وحواليه بيجمنت سيل شكل روزيت بالظبط. مش احنا لما جينا ناخد الفليكسنر وينتر شتاينر قلنا ان هي عباره عن تجويف فاضي ومرصوص حواليه كوبايد سيلز، هي بتبقى شكلها عامل كده. السيلز دي بتبقى متطوره في السكشن عباره عن تجويف، والتجويف ده متحوط بالكيوبيكال سيلز اللي هي المفروض جايه من النيورو ابيثيليوم. خلاص قالوا ده تراديشنال تايب بتاعها، لكن قالوا ان هي بيحصل فيها هيتيروبلاستيك. ايه هو الهيتيروبلاستيك ده؟ بيبتدي يحصل فيها ريبليسمنت لتشو ثانيه، بتيجي فيها رابدو ماي بلاس. انا عارفين رابدو ماي بلاس دي بتاعت رابدو ماي ساركوما، دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تحصل فيها، او بتبتدي يحصل فيها ديفرنشيشن لبرين تيشو. فدي من التحورات اللي ممكن تحصل، عشان كده قالوا عليها هيتيرو بلاستيك تيشو وهو جاي هنا. واحيانا بتبقى ريبليست بكارتليج، الكارتليج ده اللي احنا بنشوفه بقى مبيض، يعني احيانا بيحصل فيها ريجنريشن اللي يتحول ان يحصل ديبوزيشن لكارتليج فيها. الحاجه اللي احنا بقى يعني احنا دايما نقول لها فروم نون بيجمنتد بارت اوف ذا سيلياري ابيثيليوم. احنا عارفين ان السيلياري بودي ليه بيجمنتد ونون بيجمنتد ابيثيليوم. لا دلوقتي بيقول انا ممكن تطلع من البيجمنتد ونون بيجمنتد، عشان كده احنا لما شفناها في الاول مش احنا قلنا دي براون ماس ما كانتش بيضة، تمام؟ فهي ممكن تطلع من البيجمنتد ونون بيجمنتد ابيثيليوم. هي اسمها ديكتيوما او ديكتيون من كلمه نت او شبكه. فوكس هو فوكس ده هو اللي سماها، لان احنا لو بصينا في السكشن هنلاقيها عامل زي الشبكه كده، خطوط 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 متقاطعه بالمنظر ده، عشان كده قالوا عليها ديكتيوما لانها من ديكتيون يعني نت.